أعزائي المشاهدين، هذه القصة مختلفة عن غيرها من القصص، ونتمنى أن تركزوا في تفاصيلها جيدا لأهميتها ولمحاربة آفة البدع التي تمثل خطرا على حياتنا تحت مسميات مختلفة، كموضوع قصتنا اليوم التي تعتبر قضية رأي عام بسبب غرابتها وما آلت إليه من أحداث مرعبة وغريبة من سحر ووهم وجريمة وإثارة. فلنبدأ على بركة الله. تبدأ أحداث قصتنا في تونس سنة 2009، حيث كانت تعيش فتاة تدعى أميرة بداخل أسرة متوسطة الدخل، وكانت تلك السنة مليئة بالفرح والمسرة بسبب تخرج أميرة من الجامعة، وكان والديها فخورين بها لتميزها وتألقها وحصولها على شهادتها بملاحظة امتياز. وكان حلم أميرة منذ طفولتها أن تعمل كمضيفة طيران بإحدى الشركات العالمية، وكانت تملك كل المؤهلات والمقومات التي تجعل نسبة قبولها كبيرة بهذا العمل، فقد كانت كثيرة الاهتمام بجمالها وتناسقها، إضافة إلى أنها كانت تتحدث عدة لغات بطلاقة بسبب حلمها الذي تشبثت به. وفور تخرجها بدأت بتقديم طلبات العمل بعدة شركات طيران، إلى أن تم قبولها بواحدة من أكبر وأهم شركات الطيران في العالم العربي. وبالفعل تخطت أميرة كل الاختبارات ومراحل القبول، وتم إبلاغها بنجاحها وقبولها كمضيفة طيران سنة 2013، فقامت بالانتقال للعيش بدولة الإمارات حيث كان مقر عملها، وبقيت هناك لمدة طويلة تعلمت فيها الكثير من خبرات العمل وخبرات الحياة أيضا، من خلال اختلاطها بأناس من ثقافات ودول وأفكار مختلفة. لكن ما جذب انتباهها وأثر فيها بشكل كبير هو علم الطاقة، حيث أصبح لديها إيمان بأن لكل إنسان طاقة سلبية وبإمكانها استبدال تلك الطاقة بأخرى إيجابية. فبدأت بالبحث عن ما يسمونهم بخبراء علم الطاقة، وزاد اهتمامها بقراءة الكف وورق التاروت، إضافة إلى أنها بدأت بتعلم هذه الأشياء في دول مختلفة نظرا لسفرها الكثير بسبب طبيعة عملها. وبدأت بأخذ دورات تعليمية تحت مسميات مختلفة كخبيرة طاقة أو عالمة روحانية وغيرها من هذه التسميات. فتحول هذا الشغف من مجرد حب اطلاع إلى جلسات كثيرة كانت تدفع فيها أموالا طائلة بتعلم هذه الأمور الغريبة، على الرغم من أنها لم تكن مقصرة في عملها كمضيفة طيران، بل كانت تمارس ذلك عند أوقات فراغها أو إجازاتها. وبقيت على هذه الحالة إلى سنة 2017، حيث تقابلت مع المهندس عمر، وهو شاب مصري يعمل ويقيم بدولة الإمارات في إحدى الشركات الكبرى. فسرعان ما تحولت علاقة الإعجاب بينهم إلى علاقة حب، ليقرر عمر طلب الزواج منها، ووافقت أميرة مباشرة بسبب حبهم الكبير لبعضهم، وتزوجوا في نفس السنة. وكانت حياتهم سعيدة على الرغم من انشغالهم الكبير بالعمل، وخاصة طبيعة عمل أميرة التي كانت في السفر بين الدول، لكن ذلك لم يكن حاجزا أو مشكلة في علاقتهم الزوجية، إلا أن عمر لاحظ بأن زوجته تحب التأمل والجلسات الروحانية واهتمامها الكبير بها، لكنه لم يمانع في ذلك نظرا لأنه يحترم خصوصية زوجته واهتماماتها. إلى أن وصلت بنا الأحداث لسنة 2020، حيث حملت أميرة، والزوجين يعلمان بأن الحمل يعتبر مشكلة لها نظرا لطبيعة عملها كمضيفة طيران، لكنهم لم يهتموا بذلك لأنهم طالما حلموا بإنجاب طفل، وقررت هي أخذ إجازة طويلة لتهتم بحملها مع دعم زوجها الكبير لها. وبعد تلك الفترة أنجبت أميرة طفلة جميلة وكان اسمها رنا. كانت هذه الطفلة
سبب في تغيير الكثير من الأشياء بحياة والديها بسبب حبهم الكبير لها، وأصبحت كل اهتماماتهم بطفلتهم الجميلة. لكن أميرة لم تتخلى عن جلساتها المعتادة وكل ما يتعلق بالروحانيات، لتقرر التعمق والبحث عن مكونين محترفين في دراسة علوم الطاقة، إلى أن بدأت أول دوراتها الاحترافية في إحدى أكبر المراكز المتخصصة في هذه العلوم بالعالم، وتحديدا في إيطاليا، كما أنها حضرت ورشة تعليمية لعلوم الطاقة الروحانية في إحدى الورشات بمصر سنة 2021. وكانت هذه الورشة بالذات بقيادة مدرب مختص إيطالي الجنسية هي نقلة في حياتها، حيث حضرت هذه الورشة رفقة 14 متدرب من جنسيات مختلفة. والغريب في تلك الورشة هو آخر يوم من التدريب، عندما طلب المدرب الإيطالي من أميرة أن تتقدم نحوه وتهمض عينيها ليقوم ببعض الطقوس والحركات الغريبة، كأنها نوع من التنويم المغناطيسي، لتشعر بأنها انتقلت إلى عالم آخر مختلف عن عالمنا وحياتنا. وبعد بضعة دقائق استفاقت مذهولة مما رأته في هذا الوقت الوجيز، ومستغربة من سبب اختيارها هي لهذه التجربة دون بقية زملائها من المتدربين، كما أنها توجهت لزملائها وسألتهم إن كانوا قد رأوا نفس الشيء، لكن لم يكن لهم علم عن ماذا تتحدث. فقالت لهم بأنها شاهدت فجأة في تلك الحياة الغريبة سيدنا عيسى وسيدنا موسى، وتكلمت معهم وتكلموا معها تحت استغراب تام منهم. وبعد انتهاء هذه الدورة تحصلت أميرة على شهادة معتمدة دوليا من ذلك المركز، لتصبح رسميا أخصائية في علوم الطاقة، لتعود إلى الإمارات حيث قامت بفتح مركز خاص بها مختص في العلاج بالطاقة. وكان من خدمات هذا المركز العلاج بالطاقة والتأمل، قراءة الكف، قراءة التاروت، وغيرها من أمور التنجيم. وطبعا كل هذا كان بمقابل كبير. والغريب في الأمر هو أن المركز داعى صيته بشكل كبير، وكان الزوار يتوافدون عليه من كل مكان، وبدأ اسمها ينتشر في كل العالم العربي، إلى أن نالت أكبر لقب في هذا المجال، وهو خبيرة في العلاج بالطاقة. وهذا اللقب طبعا ليس صفة أو خبرة لصاحبه، بل هو مجرد لقب تسويقي يستعمله غالبا بائع الأوهام والمنتجات المغشوشة والمنجمون. وقد نجح ذلك معه وصارت مشهورة بكامل الوطن العربي، وكان يتم استدعاؤها في عدة برامج تلفزية كخبيرة في الطاقة تعلم الناس كيفية التخلص من الطاقة السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية. واستمر الحال كما هو إلى سنة 2023، حيث حصل المهندس عمر على فرصة عمل كبيرة في مصر بمكسب مالي كبير، ليقرر القبول والاكتفاء من الغربة والاستقرار في بلده. وقد فاتح الموضوع مع زوجته أميرة التي شجعته على قراره، ولم تمانع أو تتردد في اختيارها على الرغم من شهرتها وصيتها الذائع الذي نالته بالإمارات. لكنها عزمت على كتابة اسمها بحروف من ذهب بداخل مصر أيضا في مجال الطاقة والروحانية، والأمر بالنسبة لها ليس بتلك الصعوبة، فلا يحتاج سوى دعاية بسيطة والبعض من المعارف. وبالفعل انتقل عمر وأميرة إلى مصر واستقروا بها وواصلوا عملهم من جاد، ولم يتغير أي شيء من ناحية ابنتهم رنا التي كانت ولا تزال أكبر اهتماماتهم، على الرغم من كل ضبوطات عملهم، لتفتتح أميرة أول مركز علاج بالطاقة في مصر، وتحديدا مركز للعلاج والتأمل بالموسيقى، وهذا يعتبر شيئا غريبا وجديدا بالنسبة للمجتمع المصري، حيث أنها كانت تستعمل آلات موسيقية غريبة تحت أجواء روحانية غير معتادة، تجعل كل من يزور ذلك المركز يشعر بإحساس مختلف تماما قبل دخوله هناك. وأما أميرة فقد كانت بهذه الفترة ترى وتتكلم مع أناس لا يراها أو يسمعها غيرها كما في السابق، وزاد إيمانها بأن أي شيء يتعلق بالحياة والحب والرزق والعمل هو رهن التحكم في الطاقة الداخلية لكل إنسان. وقد أخبرت زوجها عمر
بأنها ترى وتتحدث مع سيدنا عيسى وسيدنا موسى عليهم السلام، وأنها هي مريم العذراء، ولديها رسالة سماوية إلى البشر، لكنه تجاهل كلامها وظن بأنها مجرد فترة وستمر، وأن هذا مجرد أوهام بسبب طبيعة عملها وشغفها بالروحانيات وعلوم الطاقة. لتمر سنة كاملة حققت فيها أميرة الكثير من النجاحات بمصر كما فعلت سابقا بالإمارات، وذاع صيتها وأصبح يزورها الكثير من المشاهير والفنانين من داخل مصر وخارجها، لكن حالتها وأحاديثها مع زوجها بقيت كما هي، وكانت تصر على أنها مريم العذراء وهي أعلى شأنا من البشر، لدرجة أنها أصبحت ترى بأن زوجها عمر أقل منها درجة، نظرا لأنه ليس مختارا مثلها، ومن الممكن أن يكون ذلك خطرا عليها وعلى رسالتها حسب مفهومها، مما جعل زوجها يستغرب من تصرفاتها، لكنه كان يقنع نفسها بأنها تمر بضغط نفسي بسبب العمل الكثير لا أكثر. إلى أن أتى أحد الأيام وكان الزوجين في منزلهم في منطقة الرحاب بالقاهرة، لتخبر أميرة زوجها بأنه عليها أخذ رنا للنوم بغرفتها، وستقوم هي بجلسة التأمل كالمعتاد. وكان الأمر طبيعيا لحد هذه اللحظة، فأخذت الطفلة وتوجهت بها إلى الغرفة، وبعد حوالي ساعة سمع عمر صوتا غريبا قادما من الغرفة، وكأنه صراخ أو بكاء، ليتوجه مسرعا إلى هناك. وكانت المفاجأة حيث وجد زوجته واقفة وهي تطعن نفسها في منطقة الرقبة بمقص كان بيدها، والدماء تسيل منها وهي تنظر إلى زاوية غرفة وتحدث شيئا لا يراه غيرها، وتقول بأنه حان موعد مغادرتها ويجب عليها أن تذهب، لينقض عليها ويأخذ المقص من يدها على الرغم من محاولتها منعه من ذلك، لكنه جعلها تجلس وكان يحاول جاهدا إيقاف النزيف. ثم اتصل بالإسعاف الذين قدموا بسرعة وقاموا بإجراء الإسعافات اللازمة وأنقذوا حياتها، ولكن نظر أحد المسعفون حوله ورأى رنا على السرير بلا حراك وكأن شيئا غريبا حدث لها، ليتوجه مع عمر نحوها لتفقدها. وهنا كانت الصدمة الكبرى، حيث أنهم تأكدوا بأن رنا ميتة منذ فترة وعلامات الخنق واضحة على رقبتها، والفاعل بكل تأكيد هي أمها أميرة. لينهار عمر في مكانه ويتصل رجال الإسعاف بالشرطة، لأن القضية الآن أصبحت جريمة قتل وليست مجرد حادث، وتم نقل أميرة وجثة ابنتها إلى المستشفى بمرافقة رجال الأمن الذين كانوا بانتظار استفاقتها ليفهموا ماذا حدث. وفي اليوم التالي بدأت الاعترافات التي صدمت كل من تواجد وسمع ذلك التحقيق، حيث قالت بأنها في جلسة التأمل التي قامت بها ظهر لها سيدنا عيسى وسيدنا موسى بشكل واضح وكامل، وأخبروها بأنها مريم العذراء وأنه تم اختيارها بأن لا بد لها أن تصعد إلى السماء وتأخذ معها الناس الذين تحبهم فقط، وعليها أن تترك الأرض للأشرار. وطبعا بالنسبة لأميرة كان زوجها عمر هو أحد الأشرار، نظرا إلى أنه ليس من المختارين أولا، وأنه كان لا يصدق ولا يؤمن بما كانت تخبره به بأنها المختارة والمميزة بين البشر، لذلك قررت أن تأخذ ابنتها فقط معها لكي يعيشوا معا الحياة التي يستحقونها، ولم تجد غير قتلها خنقا لكي لا تتسبب لها في أي ألم على حسب تفكيرها. وبعد تأكدها من موتها قررت أن تلحق بها من خلال طعن نفسها حتى الموت، لكنها أخبرت رجال الشرطة بأنها حزينة جدا لأن زوجها عمر أوقفها عن ذلك وأن ابنتها بانتظارها وعلى الجميع تركها تموت للذهاب إليها، وأنهم يقفون أمام الأوامر السماوية وسيعاقبون على ذلك. والأغرب في الأمر بأنها لم تعد ترى الأشياء التي كانت تراها سابقا، وهذا يفسر تلاعب الشياطين بها وتحكمهم الكبير لمن يخضع له، فهدفهم منذ البداية كان الأذية وجعل أميرة تقدم ابنتها كقربان له تحت ستار الوهم والكرامات التي سيطروا بها على عقلها، ليتهيأ لها بأنها ترى الأنبياء وأنها هي مريم العذراء.
وأرجو منكم متابعين كرام توخي الحذر من هذه الآفة التي أصبحت منتشرة بكثرة في وطننا العربي، وأميرة ليست الأولى أو الأخيرة التي حدث معها هذا الشيء بسبب الإيمان والاقتناع والهوس بعلم الطاقة. فنرجو نشر هذه القصة على أوسع نطاق لعلها تكون منجى لريلنا قبل فوات الأوان. نشكركم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله.